السلام عليكم، ازيكم باشمهندسين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم مهندس اسلام فوزي، والنهارده هنكمل الحلقه بتاعتنا واللي بنتكلم فيها على دوائر التحكم والخاصه غليات البخار. في خدنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على دايره الكنترول، واتكلمنا على دايره التحكم في مضخه الميه، واتكلمنا على دايرة الباور بتاعة مضخة الترومبة او مضخة المية. وقلنا الحلقة دي كان فاضل لنا الووتر ليفل كنترول، دايرة الووتر ليفل كنترول ودايرة البرنر. فهنتكلم اول حاجة على دايرة الووتر ليفل كنترول. طبعا احنا عندنا ده الكنترول بتاعنا، قلنا الكنترول ده بيبقى متوصل بثلاث حساسات زي ما احنا شايفين كده. احنا في الدايرة بتاعتنا بتاعت الغلاية بنبقى مستخدمين اتنين كنترولر زي كده، عشان واحد يتحكم لي في المضخة يشغلها اوتوماتيك ويفصلها اوتوماتيك، والتاني كنترول التاني لو المية وصلت اقل من المستوى بتاع دي يفصل لي الكنترول ويفصل لي التحكم خالص بتاع الايه، ما اقدرش اتحكم في الغلاية وتفصل منها كل التحكم وكل الباور بتاعها، تفصل منها البرنر ويفصل منها كل حاجة عشان ما تقل الغلاية ما تبص، لان مش هيبقى فيها مية. تمام. فنشوف احنا عملنا الدايرة دي ازاي كده، ان شاء الله دايرة كويسة. فاحنا جينا هنا، ادي عندي البروتكشن، يبقى انا عندي اول واحد اللي هو البروتكشن اللي هو السي والدي، ماشي، اللي هو اني واحد اللي هو ده الكنترولر ده، ماشي. طيب عندي طبعا الحساس اللي هو السي ده، معنى كده اللي هو ايه، طبعا عندي هنا اللي هو الطرف اللي هو اللي تحت ده، ده اللي هو بيبقى البيز، يعني السي ده معنى كده ان هو الطرف ده السي وصل في الطرف ده عن طريق الميه، والدي هكذا الدي وصل في الطرف الكومون دوت، فيعتبر ان هو مفتاح لما الميه بتوصل ما بينهم المفتاح ده بيقفل او الحساس ده بيقفل. فنيجي هنا السي لو الميه وصلت عند السي هيبدأ يشغل لي ريلي اللي هو كده وصل عند الماكسيمم اللي هو الايه اللي فوق. طيب لو وصل عند الدي، الحساس اللي بين الدي او المفتاح اللي بين الدي والكومون هيقفل، هيبدأ ان هو تمام الكهرباء هتعدي منه. طب لما يوصل عند السي فوق اللي هو هنا، لما يوصل عند السي اللي هيحصل، هيبدأ هنا اول ما يوصل عند السي هيبدأ يشغل الار ايه خمسة. طب الار خمسة في منه انا واخد منه نقطة اهي، نقطة نورمال كلوز ثلاث اوضاع في الوضع اللي هو الريلي مش شغال فيه، هي النقطة دي الريشة واصلة على النقطة المفتوحة اللي هي النورمال اوبن. لما الريلي يشتغل هتبدأ تجذب الريشة دي توصلها، توصل في الار اتنين، تمام، توصل في الار اتنين، معنى كده ان انا هبدا خلاص الار اتنين ده اللي احنا واخدين منه نقطه فين لو خدنا بالنا، لو احنا فاكرين اهو، نطلع كده فوق هنا عند دايره ايه، بص هنا الووتر ليفل بلو دي هنا ديت، يبقى هنا ممكن نقولها ان هو ايه وصل عند ايه، وصل عند ايه الدي اس سي، يبقى هو كده وصل عند السي، فيبدا ان انا اتحكم في الدايره بتاعتي، يفتح لي ايه التحكم في الدايرة بتاعتي. تمام، ادي ار اتنين، نيجي هنا تحت كده بص كده، يبقى هنا لما هنا اهو لما يوصل عند الدي النقطة دي هتقفل، لما يوصل عند السي النقطة اللي فوق دي هتقفل. اول ما يوصل عند السي هيشغل ريلي، الريلي ده هيخلي الريشة دي تقفل هنا، فبالتالي الريلي ار اتنين ده هيشتغل. فايه اللي هيحصل لما الريلي ار اتنين يشتغل؟ هطلع فوق هنا الريشة النقطة بتاعته المفتوحة دي انا واخد منه نقطة هنا، النقطة دي هتقفل، فبالتالي هتمرر لي الايه الباور، هتخلي دايرة الكنترول تشتغل. تمام كده، تمام، بقى دي اول واحد بيقوم بوظيفته اللي هو الكنترولر ايه الاولاني اللي هو بيتحكم لي اللي يشغل الكنترول ولا لا، عشان لو المية قليلة. طب تاني واحد
بيتحكم لي في ان انا اشغل اوتوماتيك المضخة وافصلها عن طريق اللي احنا هنا اللي هو ده A و B. لو المية وصلت عند ال B المضخة تشتغل اوتوماتيك، لما المستوى المية يوصل عند A تفصل اوتوماتيك. طب نشوف الكلام ده، ادي اللاين والنيوترال بتوعي داخلين، لو وصل عند ال B هيبدأ هنا يشغل لي الريلي الار 3. طب لو وصل عند ال A هيشغل لي ريلي ار 4. طب ار 3 ده احنا واخدين منه نقطة مفتوحة فين؟ واخدين منه نقطة مفتوحة تمام هنا. لو وصل، بص هنا لو وصل عند ايه ال ايه هيقفل، فهيشغل الريلي ار 4. ار 4 لما يشتغل النقطة المقفولة دي موصلة الكهرباء للريلي ار 3 هتفصل، فبالتالي الريلي ايه هيفصل عنه الكهرباء. فلو جينا طلعنا فوق كده احنا فين؟ في الدايرة بتاعت اللي هي الدايرة دي هي بتاعت الووتر بامب، التحكم في المضخة. لو جيت بصيت هنا احنا واخدين نقطة مفتوحة من الريلي ار 3 اللي هو بتاع ايه، ان هو المعنى كده ان المية وصلت عند البي، اول ما المية توصل عند البي هيبدأ يقفل ده عشان المضخة تشتغل اوتوماتيك، يوصل الكهرباء ايه للكونتاكتور اللي بيشتغل المضخة. طيب حلو اوي. لو وصل عند الايه ايه اللي هيحصل لما يوصل عند الايه؟ بص لما يوصل عند الايه اللي هيحصل، لما يوصل عند الايه الريلي ده هيشتغل، هيخلي الريشه دي تيجي هنا والايه يفصل لي الايه الريلي ده، وبالتالي يفصل دايره التحكم فين؟ في المضخه. طيب نشوف الكلام ده عملي، نعمل سيميوليشن كده. طيب اول حاجة عندي هنا، ادي بص هنا هدوس على المفتاح اللي هو السنجل بول، الدايرة اشتغلت عندي هنا مفيش مشكلة في الضغط. لو في مشكلة في الضغط هلاقي الايه السنسور ده هيجي هنا، لو عندي مشكلة فين في الضغط تمام. طيب انا هفترض الاول انا ما عنديش مشكلة والدنيا تمام تمام كده تمام، بس بص هنا الدايرة ما اشتغلتش ليه؟ عشان المية مستوى المية قليل. طب هاجي هنا انزل تحت هلاقي ان هنا المية وصلت عند الدي بس مفيش حاجة حصلت. بص فوق برضو البتاع ما قفلش، ليه ما قفلش؟ النقطة المفتوحة بتاعت الريلي ما قفل ليه؟ هو لما يوصل عند السي هيبدأ الريلي ده يشتغل، يخلي الريشة دي تيجي هنا ويخلي الار 2 الريلي ار 2 تشتغل، وبالتالي النقطة بتاعته هتقفل فوق. فكده اعرف ان مستوى المية هنا اهو مستوى المية وصل عند السي، فتمام كده كده انا اطمن ان اشغل دايرة الكنترول بتاعتي. بص كده اهو ادي ده اشتغل، الار 5 اشتغل، الريشة دي جت هنا، الار 2 اشتغلت. بص فوق اللي حصل، نطلع كده فوق ايوه اهو بص الايه النقطة قفلت فوصلت للكهرباء، بدأ الريلي ار 1 يشتغل. هنعرف ايه فايدته دلوقتي اللي هو السيفتي ريلي، ولمبة منور للمبة الخضراء اللي هو بيقول لي فيه سيفتي. طب حلو قوي. لو جيت هنا اي حصل مشكلة في الضغط، الضغط زاد، بص ايه اللي حصل، فصل الريلي، فصل الكهرباء عن الريلي اهو مفيش كهرباء داخله ومن فوق، ونور لي لمبة حمراء واداني انذار سرينة ماشي كده. طب حلو قوي. طيب بص كده هنعمل حاجه، لو في مشكله هنفصل فيزا من هنا، هنفصل الفيزا دي مثلا ماشي ونشغل تاني. بص ايه اللي حصل، بص ايه اللي حصل، الفيز سيكونس مفتاح السيكونس الفيز سيكونس فتح، فحتى انا لو هنا وصلت ونزلت تحت عند التحكم في المايه اللي اقول خلاص المايه وصلت لمستوى السي، فهلاقي ان برضو الكهرباء ما قفلتش عشان الفيز سيكونس قال ان في فيزا ساقطه ففتح النقطه بتاعته تمام قوي. طب نرجع نوصلها تاني، واجي هنا شغل الايه، اقول ان المايه وصلت للمستوى المطلوب،
عشان الكنترول يشتغل. كنترول اهو اشتغل قفل، اشغل المفتاح بتاعه الاقي الدنيا اشتغلت، والايه السيفتي ريلي اشتغل معايا واللمبه الخضراء نورت. طب حلو قوي. طبعا في الاول انا عامل مفتاح مانيوال عشان املى مانيوال لغايه ما الميه توصل عند السي، لغايه ما الميه توصل عند السي عشان هنا يقفل ويشغل الكنترول. طيب يبدا هنا طبعا لو في ميه هنا، ده قلنا الفلوت ده اللي هي العوامه اللي قبل الايه المضخه المواسير، تطمن ان في ميه في المواسير. فاشغله الاقي ان الكونتاكتور اشتغل والسولونويد اللي بيفتح الميه بعد للمواسير بعد المضخه اشتغل. طبعا هقفل المفتاح ده هلاقي المضخه اشتغلت معايا تمام كده. طيب حلو قوي. طبعا هتبدا تملى، هتبدا تملى. ابدا انا ان انا اغير المفتاح على وضع الاوتوماتيك. بس بص ايه اللي حصل معايا كده، المضخه هتفصل معايا ليه؟ لان ما وصلش عند البي، ما وصلش عند المستوى اللي هو البي اللي هو فين هنا. فانا اقول هنا ايه، انا اقول ان هو وصل عند البي تمام كده. هبص اطلع فوق هلاقي النقطه قفلت والمضخه اشتغلت، تشتغل اوتوماتيك قلنا عند البي. حلو. وتفصل امتى؟ عند الايه. طيب انزل كده اقول له ان هي وصلت عند الايه، الاقي الريلي ده اشتغل، سحب الريشه فصل الكهرباء عن الايه عن الريلي دوت. واطلع فوق هلاقي ادي النقطه فتحت اللي هي بتاعت البي، ماشي، نقطه فتحت خلاص ان هو وصل كده المستوى الايه فوق، النقطه فتحت فقفل لي ايه المضخه. طيب لو جيت ننزل تاني معلش هنقول ان خلاص المايه نزلت من عند الايه، يرجع المضخه الريلي اللي هو ايه ار 3 يشتغل تاني، يقفل النقطه بتاعته والمضخه تشتغل تاني. فكده تفضل في حاله ايه، ان هي كل ما تيجي عند اللي هي الفصل التشغيل اوتوماتيك والفصل اوتوماتيك، عند البي تشتغل وعند الايه تفصل. اول ما توصل عند البي المضخه تشتغل، ولما تطلع المايه عند الايه المضخه توقف، خلاص تعرف ان هي كده الايه الخزان اتملى. طيب عشان مش برضو نشوف الحته ديت في الايه في ال، انا عملت كده شورت على الاوفرلود. بص بقى النقطه بتاعت الاوفرلود دي ايه اللي هيحصل فيها. بص هنا لما بقى انا هشغل هنا، ماشي، انا مشغل مانيوال، هقفل هنا. بص ايه اللي حصل. ايوه بص النقطه فتحت ازاي، النقطه بتاعت الاوفرلود فتحت لما عملت شورت، اكن حصل في مشكله فين في الاوفرلود، ماشي. طيب احنا هنوقف لغايه كده، ان شاء الله المحاضره الجايه هنكمل اخر دايره معانا وهي دايره البرنر كنترول. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، واتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب وشير للقناه، ده طبعا بيدعمنا ويدعم الايه ان احنا نعمل محتوى احسن والناس تستفاد احسن، وطبعا زكاه العلم نشره. ولو تعرف اي حد مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه يا ريت تشير له الفيديو وتعمل لايك وسبسكرايب. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم.